أنا مروان عادل، بعمل ماستر في Human Biology Principles of Health and Disease في جامعة LMU Ludwig Maximilian University في ميونخ، واخترت البروجرام ده علشان هو فيه كذا specialization، وأنا ال specialization اللي كنت مهتمة بيه هو ال neuroscience يعني. والسيشن دي إن شاء الله هنتكلم على introduction كده عن ال neuroscience، يعني مش هنخش التفاصيل قوي، بس عايزاكم تبقوا عارفين يعني الأساسيات اللي هو من بره كده أي حد لازم يخش يدرس النيوروساينس لازم يبقى عارف الحاجات دي أو بدأ بيها. أنا مش عارفة أنتوا عندكم يعني خلفية أو معلومات عن النيوروساينس أصلا ولا لأ، بس أنا يعني ببدأها معاكم كأن من الصفر. هنتكلم على إيه هو النيوروساينس، الهيستوري بتاعته، النيرف كاعتبارها كأسلاك أو وايرز، localization of specific functions to different parts of the brains، إن كل جزء من المخ ممكن يكون ليه function معينة وإزاي توصلوا لده، إيه هي النيورون وإنها ال basic functional unit of the brain، طب الـ إيه neuroscience عامل دلوقتي إزاي، neuroscientists عبارة عن إيه وإيه الـ types بتوعهم، طب إيه هي الـ scientific process جوه الـ neuroscience، استخدامنا للـ animals في الـ neuroscience research عامل إزاي، وآخر حاجة وهي يعني أهمية الـ neuroscience بإن إحنا بنفهم بقى الـ nervous system disorders علشان معرفتنا ليهم هتخلينا بعد كده يعني نحاول ندرسهم ونلاقيلهم علاج، لأن هما لسه لحد دلوقتي مالهمش علاج. neuroscience ده في فيلد واسع جدا، يعني يكاد يكون بحجم الـ natural science كله. بيركز أكتر على الجهاز العصبي الـ nervous system بتاعنا، بيحاول يفهم ايه هو البرين بيشتغل ازاي وايه المعلومات اللي احنا محتاجينها، زي مثلا بيحتاج معلومات كتير قوي من اول الاستراكشر اوف الووتر مولكيول لحد الالكتريكال والكيميكال بروبرتيز بتاعت البرين، يعني البرين مش بس ليه كيميكال بيولوجيكال بروبرتيز، ده كمان من الحاجات اللي ليها الكتريكال بروبرتيز. فالديفينيشن هيكون ان الاستادي اوف ذا نيرفس سيستم هو the brain, the spinal cord, and nerves of the body from an interdisciplinary approach، يعني من مجالات مختلفة كتير، chemistry, physics, biology, molecular biology وكل الحاجات دي. هنبدأ بقى بالهيستوري بتاع neuroscience. احنا ليه لما بنبدأ ندرس علم جديد ليه دايما يحطولنا الصفحة بتاعت الهيستوري دي؟ يعني دي حاجة أنا كنت بسألها نفسي زمان، بعدين اكتشفت إن الواحد علشان يدرس علم ويكمل عليه لازم تكون عارف اللي قبلك عملوا إيه ومن إمتى وإزاي، ويعني فكروا ازاي، طيب الافكار دي كانت صح ولا غلط، طب وازاي صححوها. ايه الو، حد قال حاجه؟ اوكي. فاول حاجه خالص انا نيوروساينس كانت اكتر مركزه على البرين، كان لسه كلمه نيوروساينس دي مش موجوده اصلا من 7000 سنه، كان عندهم حاجه اسمها التريبانيشن. زمان كان عندهم هم بقى التفكير بالأرواح الشريرة ومش عارف ايه، فكان بيعملوا زي لما حد بيبقى مريض او عنده مشاكل في الشخصية بيعملوا حاجة اسمها تريبانيشن. ايه بقى التريبانيشن ده؟ بيعملوا اخرام في المخ السكال بتاعت البني ادم ويخرموا فيها علشان قال ايه يعني بقى الأرواح الشريرة هتطلع يعني. وبعدين بعديها ب 2000 سنة اللي هو 5000 سنة زمان يعني في الانشنت ايجيبت، كانوا عارفين ان في حاجه اسمها برين دامج، ان ممكن المخ يتصاب ويحصل له مشكله، بس كان عندهم المسكونسبشن ان القلب هو المكان بتاع المشاعر، هو المكان يعني بتاع الذكاء والعقل، كان فاكرين القلب المسؤول عن الحته دي. جه برضو في الانشنت جريس وكانوا هيبوكراتس ده فيلسوف كبير قال لا، السنسيشن الاحساس والسيت اوف انتليجنس مصدره المخ. بس جه بعدي ارسطوطل اللي هو برضو فيلسوف وعالم كبير في مجالات مختلفة، قال ايه لا، الهارت هو اللي فور انتلكت، والبرين ده عبارة عن راديتر بيسرب سخونية علشان يعمل كولينج للبلد، وان البلاد ده بيحصل له اوفر هيتنج من الهارت. طبعا ده تفكير غير علمي، وهم كانوا بيفكروا وبيتاملوا يعني في حاجات موجوده في جسمنا، كانوا بيحبوا يفكروا في كل حاجه فيها ويعرفوا هي موجوده ليه. فتخمين هيبوكراتس كان قريب شويه للحقيقه، وارسطوطل كان طبعا بعيد تماما، والاثنين مش مبنيين على اي تجارب علميه يعني، بس ده بيورينا ان ممكن تفكير او تخمين او ايا كان
يؤدي بعد كده العالم يرجع يقرأ الحاجات دي ويشوف اللي قبله عملوا ايه، فيفكر تفكير علمي ويحاول بالمعلومات الجديدة اللي عنده دي يثبت الموضوع ده. جه بقى في الرومان امباير، الزمن الروماني وكده، دكتور او طبيب اسمه جالين كان بيعالج المصارعين الجلاديترز. كان طبعا المصارعين دول بيجي لهم يعني اصابات في المخ بالهبل، اللي بيتشل اللي بيموت مش عارف ايه، فكان هو لاحظ بقى بصوره كبيره، لا المخ لما بيحصل له مشكله البني ادم ما بيعرفش يعني يتعامل، خلاص يبقى هو اساسي. وكان بيعمل انيمال دايسكشنز، بيشرح حيوانات، ومن التشريح ده اكتشف ان في جزئين مهمين قوي من المخ، ايه هما؟ السيريبرم والسيريبيلم. الصورة اللي فوق خالص هتلاقوا ان السيريبرم على الفرونت والسيريبيلم ورا. وقال ان السيريبرم ده concerned with sensation و perception ومكان للميموري. علشان ايه بقى؟ كان ايه تفكيره يعني؟ كان ايه المنطق بتاعه؟ ان هو عشان ناعم و flexible، فده معناه ان هو يقدر يغير الحاجات اللي هو بيحفظها والميموري اللي هو بيحفظها. يعني كان بيحاول يمنطق الموضوع من الاخر. ومن السيريبيلم مسؤول عن الموفمنت والكنترول سنتر، ويعني تفكيره ما كانش بعيد قوي عن الحقيقة يعني، بس ما كانش مبني برضو على أي تجارب علمية لحد دلوقتي. كان في برضو حاجة اسمها الفنتريكولر ثيوري، هو كان مسؤول عنها، وكانت بتقول إن الفنتريكلز أو جوه المخ اللي هي متشاور عليها في الصورة اللي تحت دي بتبقى شايلة فلويد، وإن البرين ده عامل زي سيستم كده، سيركيلاتوري سيستم زي بلاد. طيب من أول العهد الرينيسانس ده ولحد ال 19th century إيه اللي حصل؟ جه عالم تاني بقى فصص المخ وعمل له structure، وبس كانوا مقتنعين إن الأعصاب بقى اللي جوه المخ دي عبارة عن هولو، يعني حاجة هولو كده من جوه مجوفة، وبتشيل بقى الفلويد زي البلاد برضه، كان نفس الفكرة دي. وان العقل ده اللي هو التفكير حاجة عبارة عن حاجة يعني spiritual، مش حاجة مادية اللي هي المخ. خلال بقى العصر ال17 وال18 كانوا شايفين ان المخ فيه two types of brain tissues، ال gray matter وال white matter. ال gray matter وال white matter اللي هو ال gray من حوالين الأطراف، وال white اللي هو في النص. بيقولوا ان الوايت ماتر كان كونتينيوس وذ ذا نيرفز اوف ذا بودي، يعني متوصل بالاعصاب اللي في الجسم كلها، في الايد بقى وفي الرجل ومش عارف ايه، وبتوصل معلومات وبتاخد معلومات من الجري ماتر اللي على الاطراف. طيب في اخر ال 18th century الساينتست بقى قالوا، يعني بدأوا بقى يشرحوا اكتر بالتفصيل، لا النيرف سيستم ده دي جزء اساسي سنترال اللي هو البرين والسباينال كورد، ولا في ليه جزء طرفي البريفرال اللي هو الاعصاب النتورك بتاعت الاعصاب اللي بتوصل لحد اخر الايد ولحد اخر الرجل. وفي حاجه اسمها باترن اوف بامس اسمها جايراي، ده اسم لاتيني، والجروفز اللي هي سالكاي اند فيشرز. سالكاي اند فيشرز، السالكا دي بتبقى اللي هي التشققات البسيطه، والفيشرز بتبقى تشققات كبيره شويه، والجايراي دي اللي هي البامز اللي هي الحاجات الاب كده. وده بيسمح، التشققات دي بتسمح ان المخ زي يعمل يحصل له انعواج كده ويتقفل على نفسه، ويبقى فيه انعواجات والتواءات كده، وده بيخلي ان كتلة كبيرة تتحط في جزء في حتة صغيرة، يعني بيزود المساحة. طيب قالوا ان اكيد ان الالتواءات والانعواجات دي، وان هي تبقى بالشكل ده في كل بني آدم بنفس الشكل أو بأشكال بس باختلافات بسيطة، ده معناه إن كل جزء ليه فانكشن معينة. بدأوا يفكروا كده، فقالوا إن إيه بقى، دخلنا في الجزء بتاع النيرفز أز وايرز، بدأنا بقى في الأبحاث اللي ليها علاقة بالإلكتريكال سيجنالز والإلكتريسيتي في المخ. جه عالم قال اسمه لويجي وإميل دوبوا ريموند، قال إن المسلز ممكن يحصل لها فجأة حركات لا إرادية لما بيحصل ستيميوليشن بالكهرباء في المخ نفسه على الفران. والنيو كونسبت ده كان إن النيرفز عبارة عن أسلاك متوصلة ببعض، وبتقدر إن هي كوندكت إلكتريكال سيجنالز من وإلى البرين، وإن بيحصل باي دايركشنال كوميونيكيشن، يعني ممكن نفس النيرف تبقى بتوصل وبتودي كهرباء أو سيجنالز. وكل نيرف من ال كل نيرف اوف ذا بودي جواه سين فيلمنتس كتير او بيسموها نيرف فايبرز، كل واحده منهم ممكن
تتعمل كأنها سلك وتوصل المعلومات اللي شايلاها لدايركشن مختلف. طب عشان نفهم أكتر، زي ما احنا شايفين على الصورة اليمين دي في نقط كتير زرقاء ونقط كتير حمراء، اللي بين النقط الحمراء والزرقاء دي الحمراء اللي بتوصل والزرقاء اللي بتستقبل وهكذا، ان هم كلهم نيرف فايبرز وفيلمنتس موجودة في نيرف واحد. واكتشفوا ان في السباينال كورد بيتقسموا لتو برانشز، جذعين، جذع دورسال وجذع فنترال. الفنترال والدورسال دول بتوصل في السباينال كورد، واحد منهم بيبقى بيستقبل واحد منهم بيبقى بيبعت، وفي الاخر بتوصلوا مع بعض في النيرف الواحدة. طيب عشان نكمل الحتة بتاعة ال localization specific functions of different parts of the brains، جه عالم اسمه بيل قال إن ال origin بتاع motor fibers هو cerebellum، نفس الكلام اللي اتقال قبل كده، وإن ال destination بتاع sensory fibers هو cerebrum. ليه بقى؟ عن طريق بقى إيه؟ حاجة علمية، تجربة علمية مش مجرد تخمين. عمل حاجة اسمها experimental ablation، جاب الحيوان وعمل ablation اللي هو دمر جزء في المخ في ايا كان، في سيربيلم او في سيربرم، لقى ان الجزء اللي اتاثر في السيربرم هو الجزء السنسوري زي مثلا النظر او كده، والسيربيلم الجزء اللي اتاثر الحركه، الحيوان جاله شلل. فالاكسبيرمنتال ابليشن ده ان هو لما انت تبوظ جزء في معين في المخ، انت تقدر تدرس الحيوان ده لما اتاثر وما بقاش قادر يعمل حاجه معينه يبقى هي دي اللي كانت مسؤوله عنها. برضو جم بعديه وقعدوا جت جه بعديه الفسيولوجيست ماري جان بيير فلورنس، عملت نفس الميثود بس على حيوانات كتير وقعدت تكرر بالذات الطيور عشان فعلا تثبت ان السيريبيلم ده فعلا مسؤول عن الكوردينيشن اوف موفمنت. فاحنا كده دخلنا في عهد السوليد اكسبيرمنتال سبورت، يعني انا مش مجرد بقول كلامه بس، لا انا كمان بحط شوية بروف ليه. طيب جه فترة عالم اسمه جال قال ان على حسب الستراكشر بتاع السكال، لان من كل بني ادم للتاني في سيميلاريتي، بس زي ما في سيميلاريتي في ديفرنسز. ممكن يكون السكال بتاع بني ادم واحد قرطه كبيره فعنده تعوجات في حتت من السكال ظاهره او طالعه اكتر من حتت تانية، وان كل بقى حته من المخ زي ما في الصوره على اليمين دي ليها علاقه بجزء من الصفات في الشخصيه، زي مثلا الكرم، الغموض، الاذيه، ليه علاقة بدايمنشنز في المخ. طبعا دي كانت حاجة غير علمية وكل الناس كانت متضايقة منه، والناس العلمية يعني كانت متضايقة منه، مش مقتنعين خالص بكلامه، عارفين ان كلامه غير مبني على يعني اي حاجة، اي اساس علمي. بس اتسمى العلم ده يعني بين قوسين ان هو فرينولوجي، كان مشهور جدا لان الناس بتحب تصدق في الحاجات اللي هي الخيالية شوية زي مثلا الابراج كده، فده كان بالنسبة لهم زي الابراج. نزل كتابه كتاب 100,000 كوبي اتباعت منه علشان من كتر من الناس، انا عايزه اعرف انا ايه الجزء اللي في مخي البارز علشان اعرف انا شخصيتي بتدل على ايه وهكذا. بروكا برضو ده كان عالم مشهور قوي في نفس وقته، بس كان يعني بيكره جال ده يعني كره كبير قوي، لانه كان بالنسبه له شخص غير علمي. وكان طبيب بروكا، وجاله مريض بيقدر يفهم اللغة بس ما بيعرفش يتكلم، يعني هو فاهم اللي بيتقال واللي بيشوفه بس مش قادر يعني يتكلم ويطلع كلام مفهوم. بعد ما مات بروكا يعني فحص مخه ولقى ليجن زي في الصورة في المكان ده اللي هو في اللفت فرونتال لوب من قدام، واستنتج بقى ان اكيد المكان ده كان مسؤول عن انتاج الكلام، يعني اكيد المكان ده كان مسؤول عن ان البني ادم يعرف يتكلم. فبعد كده بقى الناس كملت عليه وبدأت إن هي تعمل حاجات مختلفة في يعني في أجزاء مختلفة من النيوروساينس، زي مثلا إن إيه جه عالم اسمه جوستاف فريتش وإدوارد هيتزك، جربوا عملوا سمول إلكتريكال كارنتس لحتة معينة في مخ مكشوف من كلب، يعني كلب عايش. وأنا متخيلة إن الإكسبيرمنت دي بصراحة كانت مؤذية جدا للكلب، بس هما قدروا منها إن هما يعرفوا إن مثلا لما أنت تعمل الكتريسيتي في حتة معينة من المخ بتحرك حتة معينة في الجسم، فالحتة دي هي مسؤولة عن الجزء ده، الحتة دي في المخ مسؤولة عن الجزء ده من الجسم، استنتجوا ده يعني منه. بعد كده النيورولوجيست ديفيد قرر بقى الاكسبيرمنتس دي بس مع القرود في المونكيز، وشال بقى الأجزاء دي
من السيريبرم علشان يعمل شلل في العضلات، انه خلاص البني ادم مش قادر يتحرك. عمالين بقى يجربوا بقى في الحيوانات حرفيا. واخيرا في حته اللوكاليزيشن دي، جه هيرمان مانك عمل اكسبيرمنتال ابليجن للجزء اللي ورا، اللي هو اللي اسمه الاوكسيبيتال لوب زي ما انتم شايفين في الصوره كده، من السيريبرم. والجزء ده لقاه ان هو متخصص في الفيجن، وفعلا طلع في الهيومن كده برضه. عشان كده مثلا يقول لك لما تيجي تقع حط ايدك على من ورا كده على راسك، علشان الوقعه او الخبطه اللي من ورا دي بتبقى خطيره قوي، ان انت ممكن تتعمي فيها. لما مثلا حد يقع او كده، بلاش يقع على ظهره او على الحته اللي ورا فوق رقبته كده، لان دي وقع فيها او الخبطه او الاصابه فيها يعني يجيب عمى. بس بعد كده نخش بقى في الايفوليوشن بتاع النيرفس سيستم. يعني ايه الايفوليوشن؟ اقصد بيه ايه هنا؟ اقصد ان يعني الكائنات ما بين سبيشيز المختلفه ما بين بعض ازاي حصل لها ايفوليوشن، وليه في بيهيفيرز متصله مختلفه من كائن للتاني. تشارلز داروين قال ان البيهيفير ده حاجه متوارثه وبتقدر تيفولف، يعني ممكن تتوارث من سبيشيز ومن الانسيسترز بتاعتنا علشان تدينا تريتس معينة تقدر تخلينا نسرفايف. وعشان البيهيفير والتصرف ده بيرفلكت الاكتيفيتي بتاعت النيرفس سيستم، يعني لو احنا بنتصرف تصرف واحد فده يبقى معناه ان احنا بنفكر بنفس الطريقة، يبقى ده معناه ان مخنا بيعمل نفس العمليات. زي مثلا في الفير، يعني لما احنا بنخاف ايا كان كلب او بني ادم، مش عينينا هتلاقيها بتوسع، ضربات قلبنا بتزيد، التنفس بتاعنا بيزيد. فدي زي تريتس او behaviors احنا اكتسبناها بالايفوليوشن علشان نسرفايف. ممكن تكون مش identical بس هي similar across the species. وفي الدراسات ممكن تدرس كائن بعيد قوي عنك زي السكويد عشان تفهم الالكتريكال امبلس كوندكشن في البرين او النيرف فايبرز بتاعت السكويد، لان هو ما عندوش برين متخصص بس عنده نيرف فايبرز كتير، وتفهم ان هي فعلا ممكن تتطبق يعني بنفس الطريقه على البني ادمين. وفي الابحاث معظم الناس بتستخدم الحيوانات بطريقه كبيره علشان تفهم البرين بروسيسز، تقدر ان هي تقارنها بالبني ادم هل هي مشابهه ولا لا، وان هي تفهم اكتر. الراتس بتبروفايد فاليبل انيمال موديل، وبتركز على ان احنا نفهم تاثير السايكو اكتيف دراجز والافكت على نيرفس سيستم. يعني مثلا الادمان بيعملوا في الفئران ان هم بيديلهم دراجز اديكتيف، ويشوفوا هل الفار هيبقى عايز اكتر ولا لا، او عايز اكتر بنسبه قد ايه وعلى مدار قد ايه وهكذا. طيب ايه الفرق بقى ما بين الحيوانات المختلفه، وليه ممكن حيوان يبقى متخصص في المخ في حته، يعني مخه يبقى سبيشالايزد في حته اكتر من التانية على حسب البيئه بتاعته؟ يعني زي مثلا ايه مثال، المونكي عنده ايفولف سايت. ليه؟ لان هو دايما بيبقى شايف، بيبقى موجود في النهار بيتحرك بينط من على شجره لشجره اللي بيبقى ففي الصوره اللي فوق دي مبين لك ان الجزء اللي ورا اللي هو الاوكسيبيتال لوب اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده سبيشالايزد. وفي الراتس اولا كائنات ليليه، ما بتمشي في المجاري، بتمشي في الضلمة، يعني مش بتحتاج تشوف، فالنظر عندها مش مهم زي في القرد. فتلاقي ان حتة تانية هي المهمة اللي هي ايه، الويسكرز، شنبه مهمة قوي في التاتش، حاسة التاتش عنده مهمة قوي، ان هو لازم يحس بالبيئة اللي حواليه لان هو مش بيستخدم نظره قوي. فالادابتيشنز دي بتبقى مختلفة على حسب البيئة بتاعت كل حيوان والتاني، يعني بيحصل لها ايفوليوشن على اساس ده. لما جم يدرسوا البرين كانوا بيدوروا على البيزك فانكشنال يونت اوف ذا برين، يعني ايه الحاجه اللي بتكون البرين. لان كان في العالم ثيودور شفان اقترح السيل ثيري، اللي هي بتقول ان كل الانسجه، كل التيشوز كومبوزد اوف مايكروسكوبيك يونتس كولد سيلز، كل تيشو مكونه من يونتس اصغر منها اللي هي الخلايا. طيب ايه اليونت بتاعت البرين؟ وصلوا لان هي الانديفيدوال نيرف سيل، النيرف سيل الواحده اللي هي على اليمين دي المتشعبه بالاكسونز بتاعتها والدندرايتس والسيل بادي اللي في النص، ان هي البيزك فانكشن يونت اوف ذا نيرفس سيستم، هي اللي بتكون البرين، هي البيلدينج يونت بتاعت البرين. نيورو ساينس النهارده عامل ازاي؟ عملوا له ليفلز اوف اناليسيس،
يعني علشان البني آدم يبقى متخصص أكتر وعارف هو بيدرس إيه وما بقاش تايه زي ما هما كانوا تايهين فوق في التاريخ كده. بقى في levels of analysis متقسمة ل smaller pieces علشان يقدروا يعملوا systematic experimental analysis لكل level of analysis ليه experimental model بتاعه، وسموه ال reductionist approach إن احنا نصغر كل حاجة على حسب ال order بتاع ال complexity من الأصغر للأكبر. بنبدأ بال molecular، بعدين ال cellular، بعدين ال systems، بعدين ال behavioral، بعدين ال cognitive. نتكلم عنهم بالتفاصيل. أول حاجة وأبسط حاجة اللي هي ال molecular neuroscience، دي اللي أنا مهتمة بيها يعني، علشان أنا كان عندي experience كتير في ال molecular biology قبل كده وحابة أطبقها بقى في ال neuroscience، فيعني ده المجال التخصص اللي أنا حابة أسبيشاليز فيه يعني إن شاء الله في ال PhD. فده بيبقى مسؤول عن إيه؟ هو ال most elementary level. النيورون نفسها الجين اكسبريشن بتاعها عامل ازاي؟ طيب البروتينز اللي هي بتعمل لها اكسبريشنز دي ايه المشاكل اللي ممكن تبقى فيها تعمل ديزيزز في المخ؟ طب المولكيولز اللي هي بتتأثر بيها، الدراجز اللي هي بتتأثر بيها اللي بتخش جوه، طيب ايه ممكن الحاجات اللي تكون بتطلعها زي الاكزوزومز او بتستقبلها او ايا كان بتأثر عليها؟ كل الحاجات اللي بتبقى على يعني المولكيولر ليفل بتبقى موجودة في المولكيولار نيوروساينس. بعدين السيلولر، طيب احنا عندنا different types of neurons، فال different types of neurons كل واحدة ليها properties بتاعتها، chemical و physical properties بتاعتها في ال structure ال function، وال properties دي بتدرس في السيلولر نيوروساينس. بعدين تالت حاجة ال systems اللي هي أعلى شوية في ال complexity، بيدرسوا بقى مش neuron واحدة، لأ مجموعة من neurons كون neural circuit زي السلك اللي هو بيتكلموا عنه ده، بيبقى مسؤول عن فانكشن معينة زي ان هو يانالايز السنسوري انفورميشن، يستقبل معلومات الحسية زي النظر التاتش مش عارف ايه الحواس السبعة، بيكون perception of the external world ان احنا نكون فكرة عن العالم الخارجي، نقدر ناخد decisions، execute movements، نتحرك. example منهم هو الفيجوال سيستم، الموتور سيستم. رابع حاجة وهي البيهيفيرال نيوروساينس، ندرس البيهيفير، الانتجريتد بيهيفير زي الميموري، المايند الترينج دراجز، المود والبيهيفير زي يعني مثلا بنتبسط ازاي، بنتضايق ازاي، بيأثر على مخنا ازاي المشاعر دي. طب الجندر سبيسيفيك بيهيفير ليه مثلا البنات بتبقى حساسة شوية والولاد عقلانية، وده بيأثر ازاي على مخهم يعني بيفكروا ازاي، ايه السيجنالز اللي بتبقى موجودة، والدريمز. وبقى أعلى حاجة وده موست كومبلكس وأصعب حاجة كدراسة، لأن هي بجد بتبقى محتاجة انتر ديسيبلينري أبروتش قوي، الفيلد واحد مش هيبقى كفاية خالص إن شخص يدرسها. بيبقى مسؤول عن ال higher levels of human mental activity، human بالتحديد، ال executive functions، functions اللي موجودة بس في البني آدم زي اللي احنا بنتخيل، بنتكلم، self aware باللي حوالينا وبينا ذات نفسنا. الحاجات دي ليها activity في المخ وليها activity يعني specific للمخ بتاع البني آدمين بس، ولسه احنا بنحاول نترجمها ونفهمها لحد دلوقتي. ال neuroscientists يعني ممكن يكون ناس كتير شغالة في حاجات مختلفة، بس هم كلهم neuroscientists لأن هم شغالين على البرين. بيبقى فيه 3 types of them، ال clinical, experimental و theoretical. ال clinical neuroscientists مني بيبقوا أطباء. ليه؟ لأن هم بيبقوا شغالين في الحيز بتاع المستشفى، وبيبقوا فاهمين اكتر التعامل مع يعني هم بيبقوا ليهم التعامل مع المرضى اكتر، والناس يعني اللي عندها مشاكل يعني في البرين. والمين سبيشاليتيز التخصصات اللي يعني ليها علاقه بالهيومن نيرفس سيستم من الناحيه الكلينيكال هي النيورولوجي، سايكايتري، نيورو سيرجري، ونيورو باثولوجي. بيقول لك النيورولوجيست ده بيقدر ان هو يدجنوز وتريت الديزيزز بتاعت النيرفس سيستم، والسايكايستريست بيعالج الامراض النفسيه والبيهيفير. نيوروسيرجن شخص بيقدر يعمل عمليات على المخ وحافظ الستركتشر بتاع المخ ويقدر ان هو يخش يشوف المشكله في المخ فين ويعالجها. مثلا حد عنده مثلا لا قدر الله كانسر في المخ، برضه يقدر ان هو يعمل عمليه على المخ ويشيلها. نفس الكلام في السباينال كورد. والنيوروباثولوجيست اللي هو بيقدر ان هو يشخص المرض بشكل ما او اخر، بان هو يشوف التغيرات اللي حصلت للمريض على مدار الوقت فيعرف ان لا في مشكله في الحته دي من الأعراض بتاعته.
طيب بعد الكلينيكال هنخش بقى في الاكسبيرمنتاليست نيوروساينس، اللي هو ممكن يكون طبيب وممكن يكون يعني حد عامل دكتوراه. دول بيستخدموا every possible methodology موجودة، يعني بيعملوا أبحاث بكل methods اللي موجودة في الريسيرش أصلا، وهم الفاونديشن لكل الميديكال تريتمنتس اللي ليها علاقة بالنيرفس سيستم. ودول أكتر الناس انتر ديسيبلينري، منهم الديفلوبمنتال اللي بيدرس المخ بيديفلوب ازاي من أول ما بنتولد لحد ما بيماتيور، في الموليكولار اللي احنا زي ما قلنا جيناتيك ماتيريال اوف نيورونز بيفهم الستراكشر والفانكشن بتاع البرين مولكيولز، النيورو اناتومست اللي عارف الستراكشر بتاع النيرفس سيستم كله، سباينال كورد النيرفز من اول الايد الرجل وكل حاجه عارف الستراكشر بتاعتها، في النيورو كيمست عارف الكيمستري بتاعت النيرفس سيستم، والنيورو اثولوجيست ده بيدرس النيورال بيزز ما بين سبيشيز سبيسيفيك انيمال بيهيفيرز، يعني مثلا الانيمال ده بيتصرف بالطريقه دي وده بيزد اون نيورال ديفرنس معين او نيورون سيركت معين او اختلاف معين في النيورون. في النيورو فارماكولوجيست بيعرف يشوف الافكت بتاع الدراجز على النيرفس سيستم، والنيورو فيسيولوجيست ده بقى مختص بالالكتريكال اكتيفيتي، لكل مخ بيبقى فيه الكتريكال اكتيفيتي ثابت، المفروض ان ده الطبيعي في البني ادم، مثلا بيحصل له مشكله بيبقى بيبان وتبقى حاجة غريبة وبتأثر على البني آدم بأنه بيبقى عنده مرض معين. وفي السايكوفيزيست ده بقى يعني بيدرس مثلا الاي كيو بتاعك اللي هو perceptual abilities، الابيليتيز اللي بتبقى البني آدم عنده بس مش عارف يحدد لها، لا هو بقى بيقعد يعمل لها كونتيتيشن ويشوف مثلا الاي كيو ده بتاع الشخص ده كذا، الاي كيو بتاع الشخص ده كذا بناء عن تيستس وحاجات هو بيعملها. أخيرا وليس أخيرا الثيوريتيكال نيوروساينس، ده حاجة جديدة لسه طالعة لأن لسه التطور في الماثماتيكال كومبيتيشن تولز لسه شغال، وده بيعمل إيه؟ بيدمج بقى كل الليفلز أوف أناليسيس اللي إحنا اتكلمنا عنها والأبحاث اللي ممكن تكون بتتعمل في حاجة واحدة، إن هو إيه؟ بيأنالايز الفاست أمونت أوف داتا اللي طالعة من الإكسبيرمنتالست عشان يجمعها كده ويعمل زي ريبورت أو برنسبل معين، ماثماتيكال برنسبل للنيرفس سيستم أورجانيزيشن. يعني إيه؟ الدرج ده بيأثر على الحتة دي اللي بسبب المرض ده اللي في البني آدم ده مش موجود في السبيشيز دي، بيدمج ما بين كل حاجة يعني، ودي حاجة ما قدرش بني آدم يعملها بنفسه كده، لا لازم يكون في algorithms معينة وتولز معينة بتجمع الحاجات دي وبتعمل analyzation analyze للداتا يعني. طيب احنا دلوقتي لو حابين نخش في مجال النيورو ساينس وعايزين نفكر كنيورو ساينتست او مش ده كنيورو ساينتست عموما، هي الساينتفك بروسيس دي تنفع على اي مجال بس احنا بنتكلم عليها كاساس النيورو ساينتست عشان ده اللي احنا مهتمين بيه دلوقتي. بنبدا بالاوبزرفيشن، بيبقى عندنا هايبوثيسس استنتاج يعني فكره معينه احنا عايزين نشوف هي صح ولا لا، فبنعمل لها تيستنج وبنشوف الريزلت بتاعتها. طيب شفنا الريزلت، عايزين بقى نريبليكيت نشوف الريزلت دي بتتكرر كل مره بنعمل نفس التيست ولا لا على السبجكتس مختلفه، او حتى لو مريض مختلف عايزين نشوف احنا عند نفس الاوبزرفيشن لو عملنا نفس التيست دي ولا لا، عشان يعني نستبعد فكره ان الموضوع ده صدفه او حصل كده باي تشانس، لازم تكون متعاده، لازم تكون بتحصل في كل مره. طيب اتاكدنا ان هي مش صدفه، هنعمل انتربريتيشن. الانتربريتيشن ده بيبقى بيزد على النولج بتاعتي دلوقتي والوقت اللي انا فيه، الزمن اللي انا فيه، هل المعلومات فيه كتير ولا قليله، ومبادئي ببقى متاثره بمبادئي برضو شويه المايند سيت بتاعتي. في اخر حاجه وهي الفيريفيكيشن، فيريفيكيشن مشابه شويه للريبليكيشن بس الفرق ان الاوبزرفيشن ده بقى خلاص يقدر اي حد تاني يكرره في اي حته بقى في العالم، يعمل بروتوكول معين جرب التجربة دي يطلع بنفس الريزلتس اللي أنا طلعتها، خلاص هي بقت فاكت، أنا كده عملت فيريفاي للهايبوثيسيس بتاعتي بقت ساينتفك فاكت لو فعلا طلع نفس الحاجة لما عملت البروتوكول ده، لو لأ يبقى أنا لازم أعمل انتربريتيشن جديد، لأن أكيد الأوبزرفيشن اللي أنا طلعته غلط وهو مش ثابت أو في حاجة غلط أنا عملتها. بعد ما خلصنا الساينتفك بروسيس نقدر نتكلم دلوقتي عن استخدام الانيمالز في نيورو ساينس ريسيرش،
شفتوا كمية الانيمالز اللي هم استخدموها فوق، طبعا محدش كان بيفكر ولا في اسكس ولا في اي حاجة، افتح الفار، افتح مخه، افتح مخ الكلب، مش عارف ايه، كل الحاجات دي بقى ضايقت ناس كتير في الساينتفك فيلد وفي الكوميونتي بتاعت الريسيرش. وجي مع يعني مع استخدام الحيوانات المختلفة والسبيشيز المختلفة من أول سنيلز لحد المونكيز، قالوا إن الاختيار التشويس أوف سبيشيز بيبقى بيزد أون الهايبوثيسيس بتاعتي، بيزد أون الليفل أوف أناليسيس. يعني أكيد لو أنا كلينيكال مش هشتغل على حيوان، يعني أنا لازم بني آدم بس، فمش هينفع، لازم يكون اكسبيرمنتال عشان أشتغل على حيوانات عادي. relation of acquired knowledge to humans. The more basic the hypothesis, the more distant can be the evolutionary relationship with humans. يعني ايه؟ يعني لو الفكرة اللي انا بعمل لها ريسيرش بسيطة جدا، انا ممكن اجربها على اي حيوان او اي كائن، زي في حوار المولكيولار بيزس ده، سكويد، اي نيرف يعني هتدوزة جوب، يعني مش لازم فار او حاجة او حيوان كبير شوية او حيوان صغير، لا انا عايز نيرف وخلاص. طيب لو حاجة عايزة افهم neural basis of movement or perceptual disorders، لو عايزة افهم حاجة محتاجة مني حركة مثلا، اكيد انا عايزة بني ادم بيتحرك زي المونكي مثلا عشان اقدر ان انا ادرسه كويس. اكتر من نص الحيوانات اللي بتستخدم في النيورو ساينس ريسيرش هي الرودنتس المواس، وفي اي ريسيرش عموما، بس يعني هما بيعملوها تخصيص علشان البوربس ده اللي هو النيورو ساينس ريسيرش. فنخش بقى في الانيمالز ويلفير، بعد ما استخدمنا الحيوانات لازم يعني نراعي شوية الرولز والويلفير بتاعهم، لان هما بيتعبوا قوي معانا. لازم نستخدمهم بس في worth while experiments اللي احنا متأكدين ان البحث ده يعني هيحسن من فهمنا عن ال nervous system. لازم ناخد all necessary steps ان احنا minimize ال pain بتاعهم وال distress، زي ان احنا نستخدم مسكنات او مخدرات، ونشوف لو في اي alternative تاني ان احنا ما نستخدمهمش. الحاجات اللي هم بيعملوها علشان يتأكدوا من الموضوع ده ان احنا يعني شغالين بالرولز بتاعتهم، اي research proposal، اقتراح بحثي، لازم يمر بريفيو by the institutional animal care and use committee، ودي منظمة عالمية يعني في ال animal welfare. ولازم يكون research proposal ماشي على الرولز بتاعتهم بالظبط. لو حصل وعملنا publication وما كانش فيه ال animal welfare والاهتمام بالحيوان والرولز اللي هم عايزينها، البحث هيترفض إن شاء الله، لو بعشرين مليون جنيه هيترفض. وإن في الدول المتقدمة يعني الحكومة بيبقى ليها قوانين وستريكت ستاندردز إن للهاوسينج والكير بتاعة الحيوانات اللي ليها علاقة بالمعامل والأبحاث. طيب في ناس بتقول لك اللي هم الانيمال رايتس والانيمال وورفير، ايه الفرق؟ الانيمال رايتس اكتيفيست دول مش بيبقوا عايزين نستخدم الحيوانات اصلا، والانيمال ويلفير دول بيبقوا عندهم فكره بس ان احنا يعني نقلل من المعاناه بتاعتهم ونتاكد ان احنا بنعمله مهم. ليه؟ لان يعني احنا محتاجين نعمل الابحاث دي، يعني احنا محتاجين نعرف اسباب الامراض ايه، يعني محتاجين نلاقي لها علاج علشان نساعد الناس اللي هي عندها مشاكل، بالذات ان معظم الامراض يعني مثلا مش زي الكانسر، معظم الامراض في الجهاز العصبي في النيرفس سيستم لسه لحد دلوقتي ملهاش علاج، وناس كتير بتموت منها. ايه بقى الأمراض دي؟ لازم نكون عارفين عنها وفاهمين شوية هي ايه علشان نقدر بعد كده ندرسها ونعرف أسبابها. عندنا مرض الألزهايمر، ده degenerative disease، يعني بيحصل في المخ تداعي كده للبرين death للبرين tissues، وبيسبب dementia، يعني فقدان ذاكرة، وبيكون always fatal، يعني دايما بيؤدي للوفاة. عندنا الأوتيزم اللي هو التوحد، وده disorder بيكون في early childhood، بيسبب مشكلة في التواصل الطفل مع الناس اللي حواليه، و repetitive behavior ان هو بيبقى بيتصرف بنفس الطريقة على طول، اللي هي ممكن تكون غريبة للناس ان هو بيفكر بطريقة مختلفة. في cerebral palsy، ده motor disorder، يعني حركي، يعني زي مشكلة حركية بس تبقى بسبب مشكلة في المخ، طبعا في السيريبرم بتاع المخ، تكون قبل أو خلال أو يعني أول ما الطفل بيتولد. الدبريشن واللي هو بجد يعني هو مرض، يعني هو فعلا مرض وبيأثر على المخ، بيغير الكيمياء بتاعة المخ بطريقة كبيرة.
بيخلي الواحد يجيله أرق، ما يبقاش عايز ياكل. أنا عارفة إن كلنا ممكن نكون بنحس بالحاجات دي، بس الناس اللي بيبقى عندها depression بتحسها بطريقة شبه يعني مستديم، يعني هما على طول كده، على طول مش بيناموا، على طول ما بياكلوش، على طول حاسين ان هما ملهمش قيمة. دي حاجة مش طبيعية، وبتبقى بسبب فعلا كيمياء متغيرة في المخ، عشان كده بياخدوا لها أدوية. عندنا الإبيلابسي اللي هو كونديشن بيكون بسبب تغيرات في الكهرباء بتاعة المخ الطبيعية، بيسبب لنا السيجرز اللي هو تلاقي البني آدم بيتنفض على الأرض كده وعمال يتحرك ويترعش، فقدان consciousness ويغمى عليه، و sensory disturbances اللي هو بيبقى مثلا مش عارف يعني يتفاعل كويس مع البيئة اللي حواليه. وعندنا ال multiple sclerosis، ده progressive disease بيأثر على nerve conduction، أصلا النيرف مش عارفة بقى تشتغل وتكون signal، فممكن يسبب episode of weakness، البني آدم يبقى ضعيف مش عارف يتحكم في أعضائه، مش عارف يتوازن، مش عارف يتكلم، النيرفز أصلا مش عارفة توصل المعلومة ومش عارفة يعني تستقبلها. عندنا الباركنسونز ديزيز، ده بيبقى mainly في مشكلة في initiating voluntary movement، بني آدم مش عارف يتحرك حركة إرادية. والسيزوفرينيا اللي هو psychotic illness ليه علاقة بالdelusions، تخيلات، hallucinations، وبزار behavior، تصرفات غريبة. السباينال باراليسيس ده بقى ايه؟ لا قدر الله حد عمل حادثة وخبطة جامدة في ظهره في العمود الفقري، فقد الإحساس خلاص، هو كده العمود الفقري متوصل بالمخ، انت دلوقتي هتبقى شايف وسامع وبتتكلم، بس انت فقد الإحساس بجسمك كله لأن حصل مشكلة للسباينال كورد بتاعك. وأخيرا ليس أخيرا، هو يعني من major reasons of death worldwide اللي هو الستروك، الجلطات اللي في المخ بتسبب disruption، يعني هي في معظم الوقت ما بتتلحقش، يعني بتلاقي معظم الناس الكبيرة يعني من أهالينا، يعني أنا جدي مات من جلطة في المخ وجدتي ماتت من جلطة في المخ، محدش بيبقى عارف إنها جلطة في المخ في الأول يعني. بيؤدي لل loss of brain function اللي بسبب disruption في ال blood supply، تبقى حسب الفترة يعني، هو ممكن يتلاحق يعني، انت لو فترة صغيرة مش زي فترة كبيرة خلاص كده انت ما بقاش فيه فانكشن اصلا، المخ مش ملاحق ولا على التنفس ولا على السيركيلاتي سيستم ولا على اي حاجة. لو فترة صغيرة ممكن يسبب دامج في حتة معينة، لان السيلز بتموت في المخ وما بيحصلهاش ريجينريشن، لان هي دي الخصائص بتاعت النيرف سيستم، الريجينريشن فيها صعب والدم مقطوع فبتموت، والفانكشن بتجت لوست في ال in the process، فتلاقي ان في permanent damage حصل، ممكن حد يفقد النظر، ممكن حد يتشل، ممكن حد يجي بتخلف على حسب. بس وهي دي يعني من اهم الامراض، طبعا في امراض تانية كتير برضو في ال nervous ليها علاقة بال nervous system، بس دول من اهم الامراض اللي موجودة وللناس شغالة عليهم ان هم تجيب لهم يعني يبقى ليهم علاج. لسه لحد دلوقتي يعني مفيش حاجة for sure، في clinical trials كتير ولها الزهايمرز ديزيز بالذات شغالين، بس يعني الدور الباقي علينا بقى. الريفرنس بتاعي كان الكتاب بتاع نيوروساينس exploring the brain، ده بيدرس للطلبة في MIT وهارفارد وستانفورد، فيعني بجد هو ريفرنس كويس قوي لأي حد عايز بقى يعني مهتم ان هو بالتكست بوك ده، ممكن ينزله اونلاين. وحابه اقول ان احنا هنعمل سكول اوف نيورو ساينس تبع بايو ساينس، الريجستريشن هيفتح في نوفمبر والكورس نفسه هيبدا في فبراير، هيكون في توبكس كتير قوي في النيورو ساينس، وهتاخد حاجات كتير بالتفصيل، انترودكشن ليها تو بارتس، كل بارت محاضره لوحدها، السيلولر ومولكيولر نيورو ساينس، سيستمز نيورو ساينس، كوجنيتيف وبيهيفير، computational, translational, و next 50 years of neuroscience and research هتبقى عاملة ازاي. هيبقى في interaction application تنزلوه ونعمل interaction من خلاله، وهيكون anonymous، يعني مثلا ناخد feedback منكم، لو حابين ندي presentations ممكن ندي presentations عن أبحاث معينة في آخر نص ساعة، ممكن
نعمل حاجات كتير يعني تفيدنا وكده، وتخلينا بقى يعني فاهمين في النيوروساينس قوي. بس وشكرا لكم قوي، ولو عندكم اي اسئله يعني تفضلوا اسالوا. لا مش لازم يكون لي علاقه بالميديكال فيلد خالص، لان انا ببدا من الزيرو، فانا اي حاجه هشرحها حتى لو ما لكيش علاقه بالميديكال فيلد هتفهمي كويس. انا بتعامل كأن خلاص حد دخل نيرو ساينس ده بيذاكره من الاول وبيفهم بالتفصيل من الاول. بس اتمنى تكونوا استفدتوا يعني، والانترودكشن تكون ما كانتش سهله قوي ولا صعبه قوي عليكم، و اشوفكم بقى في السكول اوف نيرو ساينس يعني لو مهتمين اكتر. انهي جزء من اول ايه قوليلي؟ من بعد الريفرنس. اوكي، كنت بقول ان احنا هيبقى عندنا سكول اوف نيورو ساينس تبع بايو ساينس هتبدا في اول شهر 11، والكورس نفسه يعني التسجيل هيبدا في شهر 11، الكورس نفسه هيبدا في شهر 2. السكول اوف نيورو ساينس دي هتكون كل محاضره هتبقى بتتكلم عن توبيك مختلف في النيورو ساينس، بارت الواحد بمحاضرة، يعني مثلا introduction to neuroscience 2 parts يعني محاضرتين، cellular micro neuroscience 3 parts يعني 3 محاضرات، systems neuroscience و cognitive behavioral neuroscience، بعدين computational translational و next 50 years of neuroscience. قلت ان انا هيبقى في application للinteraction، تبقي بتدي بتفتحي كده بتعملي سكان باركود بتعملي فيدباك عليه بتدوسي كده وبتبقى بيظهر لي anonymous، هل انت فاهمه مش فاهمه، حابه تزودي كونتاكت حابه تقللي، تبقى حاجه يعني حلوه عشان نزود الانتراكشن. وممكن ندي نعمل برزنتيشنز، كل حد مثلا يعمل برزنتيشن مره في اخر نص ساعه، بحيث ان احنا نعود نفسنا اكتر ان احنا نقرا في الابحاث ونفهم اكتر الحاجات دي. وان انا مثلا بشرح السكول دي من الزيرو، مش ملهاش علاقه، مش لازم حد يكون ليه علاقه بالميديكال فيلد عشان يخشها او يفهم، ان انا ببدا في زيرو وبعمل حساب ان ناس كتير من فيلدز مختلفه ممكن تحب تخش نيورو ساينس يعني نكمل فيه. لو انت قسم كليه علوم قسم بيولوجي وعايز تتخصص في النيورو بيولوجي، محتاج اول حاجه تبدا بال types of neurons، محتاج بعد كده تفهم ال chemical properties of neurons، بعدين ال electrical properties of the neurons. ال school of neuroscience هتبقى 9 أسابيع تقريبا، 9 أسابيع كل topic منهم غالبا محاضرة أو 12 أسبوع سوري، علشان احنا عندنا 12 topic فكذا جزء مختلف، ف 12 أسبوع، وفي الآخر بتاخدوا شهادة وكده بالكونتنت اللي احنا أخدناه كله. وأظن يعني إن شاء الله لو في أي سيشنز تانية ممكن أتكلم أكتر عن رود ماب يعني للنيوروبيولوجي، ولو مهتم إن شاء الله السكول أوف نيورو ساينس دي هتفيدك أوي. بس حد عنده أي أسئلة تانية؟ التكنيكس غالبا هتبقى اكتر في ال translational neuroscience وفي الجزء بتاع cellular molecular neuroscience. هو طبعا في تكنيكس ممكن تتعلمها، بس التكنيكس بتبقى على حسب انت عايز تدرس ايه، يعني مفيش تكنيكس تتعلمها عشان تشتغل neuroscience، لا في topic تشتغله فتتعلم تكنيكس عشانه، هي بتبقى كده. فاحنا هنبقى بنتكلم عن topics عن disease مثلا، ونشوف الناس بتدرسها ازاي وايه التكنيكس اللي هي استخدمتها عشان تدرسها. يعني فلو انت حابب تتعلم تكنيكس ليها علاقه بالنيورو ساينس، الاحسن ان انت تخش تشوف امراض، تشوف الناس بيعملوا عليها ابحاث ازاي وايه التكنيكس اللي هم بيستخدموها من الامراض اللي احنا اتكلمنا عليها. والله هو عشان النيورو ساينس لسه مجال يعني جديد شوية في مصر، ما فيهوش
opportunities كتير غير academic. بس اظن ان اي شركه فارماسيوتيكال شغاله على انتي ديبريسنس هيكون الفيلد في الحته دي كويس قوي، بالذات لو عندهم ريسيرش اند ديفلوبمنت ديبارتمنت. الانتي ديبريسنس، الادويه اللي ليها علاقه بال السليبنج او السليبنج بيلز او كده، المخدرات. في المستشفى، يعني كل الحاجات دي ليها علاقه بالنيوروساينس. خلاص لو ما فيش أسئلة تاني هقفل بقى، ولو حد عايز يعني يسألني أي حاجة تانية برضو بعد كده يعني ممكن يبعتلي على لينكدإن عادي. يلا باي باي، أشوفكوا قريب إن شاء الله.